اعتقد كل اللي كان بيتكلم يمكن عن مشروعات من نوع تاني، يعني هنستغنى بيها عن قناه السويس، هنعمل طريق فين، هندخل منين، كل الكلام ده ثبت ان هو ما ينفعش، القناه لا يمكن الاستغناء عنها عالميا. وقف الكلام ده تماما. لا يعني هناك من يقول انه من الممكن ان احنا نعمل طرق اخرى، واضح بعد يعني هذا الغلق لمده كام يوم انه ده ما ينفعش اطلاقا، هيأثر على حركه التجاره العالميه، هيصيبها بالشلل يعني. مش حاجه زي قناه السويس. الحمد لله. طيب يعني حضرتك ذكرت طبعا نقاط علمية معينة في عملية تعويم السفينة الجناحة، ولكن أيضا ما لفت نظرنا يمكن أنه بدن السفينة ما تأثرش، المجرى الملاحي لم يحدث فيه شيء، ما حصلش مشاكل في البيئة. لا طبعا السفينة طبعا هي تكنولوجي جدا. أي. هي حجمها كبير قوي 24 ألف طن وشايلة حوالي 19 ألف حوالي سفينة تقيلة. صحيح. وكمان المسطح الحديدي او مسطح السطح بتاعها كبير قوي، ده اللي تسبب في ان الهواء او الريح عبى في هذا الايه المسطح فزق السفينه بسرعه كبيره. لكن احنا تعاملنا معاها بكل دقه، بكل الاحتلالات الدقيقه، بكل الامكانيات اللي موجوده عندنا، والحمد لله بخبرات الناس اللي عندنا المصريين كلهم قدرنا نصل الى خطه واثنين وثلاثه للتعويم. بدانا باول خطه والحمد لله ربنا وفقنا في اول خطوه. ده بفضل هيئه قناه السويس والاسس هيئه قناه السويس والعاملين في هيئه قناه السويس. وده السؤال الاخير ليك يا سياده الفريق، رسالتك اللي انت هتوجهها يمكن لابنائك من رجال هيئه قناه السويس، تفضل. لهم يعني انا عن نفسي بشكركم، وانتوا تاج على رؤوس المصريين النهارده، افتخر بيه وانا اعتز بيه، ولكل مجتهد نصيب. انتوا اجتهدتوا لكن شرفتونا ورفعتوا راسنا، وان شاء الله ان شاء الله لا يحدث مثل هذا الحادث مره اخرى. لازم نتعلم من الماضي للحاضر وللمستقبل، وما نفوتش اي حاجه تحدث من غير ما ندرسها دراسه علميه بحته. والعلم هو سلاحنا، والايمان بربنا سبحانه وتعالى ده شعارنا، وحبنا للوطن ووفائنا للوطن ووفائنا للشعب المصري هو مبادئنا باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، كنت معنا هاتفيا الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهوريه لمشروعات محور قناه السويس والموانئ البحريه.